السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا معنا، حنا كنتواجدوا قدام هاد العماره، جينا نشوفوا واحد الابارتمون جات في الايطاج الثالث، جات في العوامه بالبشير، فيها 65 متر وجات في الايطاج الثالث. كيف ما كتلاحظوا وسط العماره هو هذا. كيفاش عامل؟ هنا كنلقاو الدروج الخاصين بهاد العماره، الوسوعيه ديالهم هي هادي. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات بالبشير، اقامه بالبشير العوامه، فيها 65 متر، جات في الايطاج الثالث، والثمن ديالها جد مناسب. غادي نقول لكم في الاخر الفيديو ان شاء الله. ودابا نطلعوا نشوفوا لابارتمون على بركه الله، ودابا ندخلوا نشوفوا لابارتمون على بركه الله. كيف ما كتشوفوا كل ايطاج عنده باب ديال الحديد خاص كيفرق لي زابارتمون بربعه بهم. وهذا هو الايطاج الثالث ديالنا اللي كيف ما قلت لكم فيه لابارتمون اللي جات في بالبشير العوامه، فيها 65 متر. كيف ما كتشوفوا لابارتمون اللي ما جينا نشوفوا اليوم ان شاء الله هي هذه، عندها الباب الاولاني ديال الحديد، وعاد عندها الباب ديال الخشب هو هذا. مع الدخله كنلقى هاد وسط الدار هذا ديال الوسوعيه ديالو، يعني تقدروا تستغلوه تعملوا كنابي هنايا ولا طبيله صالون جي صغيره، يعني لكم حريه الاختيار كيفاش تستغلوا هاد وسط الدار. هذا كيبقى قدام الباب، يعني كيف ما كتشوفوا الدار راها مصلوحه مقبصه ومصبوغه، وهذا هي الصباغه اللي عامل في الحيط. هنا كنلقاو لومبلاسمون ديال التلفازه، وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات بالبشير العوامه في الايطاج الثالث، فيها 65 متر. حدا وسط الدار كنلقاو الصاله الخاصه بهاد لابارتمون هي هادي، نوريكم الوسوعيه ديالها. كما كتلاحظوا هذه هي الوسوعيه ديال الصاله، يعني غادي يجيكم هنايا السدادر مع جوج ديال الكوادات، يعني الصاله راها واسعه وكبيره تبارك الله. وكيف ما كتلاحظوا راها مضويه، والسقوف ديالها هو هذا كيفاش عامل. كيف ما كتشوفوا راها مقبصه كامله، دايره بالقبص وعاد مصبوغه، يعني ابارتمون مصلوحه غير اجي وسكنوا. هذه هي الصباغه اللي عامل في الصاله، وفيها طاقة كبيرة ديال الألومنيوم. غنوريكم دابا الإطلالة ديال الصالة ديالنا، كتطلل على هاد المنظر الطبيعي الرائع. كيف ما كتشوفوا شجرة الصالة راه فيه شبيك ديال الحديد، كما كتشوفوا الطوموبيل راها كتوصل لكم حتى لقدام باب ديال العمارة. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات بالبشير اللي في العوامه، فيها 65 متر، جات في الايطاج الثالث. ودابا غادي نمشيو باش نكملوا لابارتمون ديالنا على بركه الله. باقي لنا الحمام والكوزينه وجوج ديال البيوتا. الكولوار اللي كيجمع الحمام والبيوتا هو هذا كيفاش عامل. كيف ما كتلاحظوا حتى هو راه مقبص، هاد النوع ديال القبص يعني قبص غزال صراحه الله. هنا كنلقاو الانترفون خاص بالابارتمون، وهنا كنلقاو الكوزينه وبيت نعاس الاولاني وبيت نعاس الثاني، عاد الحمام. دابا ندخلوا نشوفوا الحمام. الحمام الخاص بهاد لابارتمون هو هذا، الوسعيه ديالو كنلقاو هنايا لومبلاسمون ديال لافابو بالمراية ديالو، وعاد طواليت، وعاد لومبلاسمون ديال الدوتشا. كما كتلاحظوا الحمام راه مزلج حتى للسقف، وهذا هو الزليج
اللي عاملين الحمام. وهنا كنلقاو لامبلاسمون ديال الدوتشا بالالومنيوم كوليس. نوريكم لوزعيه ديال الدوتشا هي هذه. كنلقاو هنايا الطاقه ديال التهويه، وهنايا لامبلاسمون ديال الرشاش، والسقوف ديال الحمام هو هذا كيفاش عامل. ما كتلاحظوا الحمام راه كبير وواسع. ودابا غادي نخرجوا باش نشوفوا الكوزينه الخاصه بهذا لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم جات في العوامه بالبشير، فيها 65 متر في الايطاج الثالث. لوسعيه ديال الكوزينه ديالنا هي هذه كيف ما كتلاحظوا، مضار راه صالح الدار، الكوزينه عاودها كامله مزلجها حتى للسقف. السقف ديالها هو هذا كيفاش عامل، وهذا هو الزليج اللي عامل الكوزينه. كنلقى هنايا عامل المارمو بالبلاكارات لتحت، هما هادو ديال الخشب. هنايا كنلقاو لون بلاسمون ديال البوطه ديال الطياب الفرنو، وعاد عمل ليها البلاكارات من الفوق. كما كتلاحظوا الكوزينه راه ضاويه تبارك الله. هنايا كنلقاو لومبلاسمون ديال الثلاجه مع لومبلاسمون ديال الماكينه ديال التصبيغ، وعاد البلاكارات يعني راه جات كوزينه كبيره وضاويه تبارك الله، فيها هذا المنظر الرائع اللي كيف ما كتشوفوا. هنايا عمل طاقه كبيره ديال الالومنيوم، دابا نوريكم الاطلاله ديال الكوزينه هي هذه، كتطلل على هذا المنظر الرائع جدا. اللي كيف ما قلت لكم هذا لابارتمون جات بالبشير في العوامه في الايطاج الثالث، فيها 65 متر. كما كتعرفوا راه هنايا راه حداكم بقاقه، حداكم دي فارماسي، كاينه مدرسه خاصه ديال البنات، كاينه في وسط المجمع، وعاد كتبقى العوامه قريبه للسونترفيل. كما كتلاحظوا الدار راه كامله مصبوغه، كامله مصلوحه. هنا كنلقاو البيت النعاس الاولاني والبيت النعاس الثاني. كما كتلاحظوا الدار راه كامله ضاويه تبارك الله. البيت النعاس الاولاني الخاص بهذا لابارتمون هو هذا، نوريكم الوسعيه ديالو هي هذه كيفاش عامله. ما كتلاحظوا البيت راه واسع وكبير، والصباغه اللي عامل في الحيط هي هذه. هنا كنظن كان لون بلاسمون ديال التلفازه، وهذا هو السقف ديال البيت كيفاش عامل، حتى هو راه مقبصو. ما كتلاحظوا الدار راه كامله مصلوحه، يعني راح تقدر يجيكم هنايا بيت العواول او بيت النعاس، عندكم حريه الاختيار كيفاش تستغلوا هذا البيت. كما كتلاحظوا هنا كنلقاو طاقه ديال الالومنيوم بالريدو وبالشبيك ديال الحديد، والاطلاله ديال البيت هي هذه. يعني منظر رائع تبارك الله. ودابا غادي نخرجوا باش نشوفوا البيت نعاس الثاني الخاص بهذا لابارتمون. يعني كيف ما كتلاحظوا الدار راه كامله جات مضويه تبارك الله، يعني راه ما كاينش الضوء في لابارتمون. وشوفوا على اضاءه داخل الكوزينه وداخل الصاله وداخل البيوتة. البيت نعاس الثاني الخاص بهذا لابارتمون هو هذا، نوريكم لوسعيه ديالو هذه. كما كتلاحظوا راه بيت واسع وكبير تبارك الله، والسقوف ديالو هو هذا كيفاش عامل، يعني كيف ما كتلاحظوا راه كامله مصلوحه ومقبصه هذا النوع ديال القبص.
وراها جات كاملة فيها لومبلاسمون ديال التلفازة وكاملة مصبوغة، وراكم الصباغة اللي كاينة في هاد البيت يعني راها مصلوحة، غير اجي وسكن. وكيف ما كتلاحظوا هاد البيت راه واسع، يعني هنا يقدر يكون الموطع ديال لا كوموند، وهنايا يكون البيت النعاس الكوكيته ديالو، وعاد مع الباب يقدر يجيكم الماريو ديال اربعه البيبان، يعني راه بيت يجيكم بيت نعاس، يعني راه ابارتمون راه واسعه كبيره ديال العائله ديال السيد هو ومراته وليداته جوج وليداته، يعني راه ابارتمون غزاله تبارك الله. وهنا كنلقاو طاقه كبيره ديال الالومنيوم حتى هي بالريدو وبشبيك ديال الحديد. نوريكم الاطلاله ديال البيت كما كتلاحظوا كتطلع على هذا المنظر الرائع، يعني ما عمرك تقنط هنايا، والثمن ديالها راه مناسب جدا. ما كتلاحظوا الطوموبيل كتوصل لكم حتى قدام الباب، وجات سالون بلاسمون ديال لابارتمون جا في العوامه، يعني قريبه من المحطه قريبه من المدينه، يعني قريبه من جميع المرافق العموميه. والاطلاله رائعه في هاد البيوت كاملين. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في العوامه بالبشير، فيها جوج ديال البيوت كوزينه وحمام وصالون، فيها 65 متر، جات في الايطاج الثالث، مولاها كيطلب فيها 39 مليون. اذا عجبتكم وبغيتوا تجيو تشوفوها مرحبا، ما عليكم الا تصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير خير. اذا عجبكم هادشي اللي كنعملوا وبغيتوا نجيو تشوفوا الديور ديالكم ونصوروهم ونحطوهم يتباعوا، مرحبا، ما عليكم الا تصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو، وان شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى تعاونونا بجيم وابوني وبارطاجي وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالنا. والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، حتى تعملوا الديور ديالكم وتعملوا بحال هادي وما احسن من هادي ان شاء الله، ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل عليكم في اللي كتمنوا يا ربي. وعواشر مبروكه مع هاد العواشر، يا ربي تسهل عليكم في اللي كتمنوا، نهاركم مبروك وقولوا امين.